وهي حالياً تستعد هالموسم بمسلسل يحمل اسم 2024، لكن يبدو أنه حتى هذا العمل عليه شوية جدل، فالبعض خمن أنه ممكن يكون مقتبس من مسلسل 2020، وبأن شخصية قصي حتكون مستبعدة منه، وهذا اللي خلى قصي يعبر عن انزعاجه. وإحنا توجهنا المنتج العمل صادق الصباح ورد حصرياً من خلالنا على قصي. قلت له خفف الزعل، التقيت فيه وقلت له خفف الزعل. شو حقيقة هذا المسلسل؟ لا بنكون شوفوه، ما حنحرق لكم الموضوع، لازم تشوفوه وبتقيموا وعند انتهائه التقييم. وبهالطريقة رد المنتج صادق الصباح على تصريح قصي خولي لما سأله هل ممكن يكون مسلسل 2024 لنادين نجام تكملة لمسلسل 2020 بدون وجود دور لشخصية صافي اللي قدمها بهالعمل. ما بتزعل إذا كان هو امتداد ل 2020 وما تم إعلامه؟ طبعا بدي أزعل، لأنه أنا لي حقية بهذا العمل وأنا من الأعمدة الأساسية بهذا العمل. واللي رفع السماء وبسط الأرض ورحمة أمي اللي ما عندي أغلى منها بحياتي إني أنا بحبك. فأنا ما بقدر أحكي ولا شيء لحتى نشوف العمل بعد ما ينزل. والموضوع بين قصي خولي وشركة الصباح ما توقف على كذا، فقصي فاجأ جمهوره من فترة بإعلانه بأن عمل رمضان القادم حيكون من إنتاج شركة إيجل فيلمز من بعد نجاحات كثيرة قدمها مع شركة الصباح للإنتاج. قصي بكل ود طلب مني أنه يعمل مشروع خارج شركة صباح، وأنا كنت سعيد لأنه بهمه حضور برمضان ونحن ما كنا جاهزين له، وبعدين بعده بقلب البيت يعني ما بعيد. ولا شك أن إيجل فيلم حابين أن قصي يحس أنه ببيتها، وبكذا رح يوضعوا جميع إمكانياتهم حتى يقدموا له مسلسل ناجح. قصي نجم عربي بنفتخر فيه، حيكون عمل مميز بشهر رمضان، شيء جديد. قصاي صاروا زمان ما عملوا وعمل حيكون هيك very different.